مرحبا بكم في الاخرين. من زين الليل يبان صباح وندق على شباك الجو. الليلة العشرة ونص نهار 6 أبريل 2020 تعدت أول حلقة من برنامج الأخرين، وإحنا كشباب جريدة كنا فرحانين ومتشوقين للخدمة بتاعنا، أما تعرضنا للتنمر. ولهنا كانت الصدمة الكبيرة. على باج طرز الوطنية ردة فعل العبيد كانت قاسية ومش مفهومة، وفي الكومنتريات نقسموا لثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة اللي النقد نتاعها يتمحور على كلمة واحدة، ماست، والمجموعة الثانية هو مجموعة اللي مش عجبهم الريق هذا والوطنية حاسبة روحها نتفليكس، والمجموعة الثالثة هي جماعة مش فاهمين شيء داخلين طول عاملين خلط ما بين الأخرين وبرنامج شوف لي فن اللي تعدي فيه الوطنية قبل الميسيون نتاعنا، وكومنتير يونيك بطلب من مشاهدة وقبل ما توفى الكورونا، وبرجولية وبرحمة لميمة نحب نتفرج في فشلت. كما نعرفوا الانترنت بلاصة افتراضية تلمدوا فيها الناس ويصيروا فيها برشا حاجات كما التنمر الإلكتروني أو بما يعرف بسايبر بولينج. حسب الأستاذ المساعد هيلا عبد السليم من السعودية، آخر نتائج علمية أثبتت أنه 43% من المستخدمين للانترنت في العالم يتعرضوا للتنمر الإلكتروني. والسايبر بولينج ما يوقفش على أنه شخص انتقدك ولا انتحل هويتك ولا خارج عليك إشاعة في الانترنت، تأثيرها كبير برشا، اكتئاب، انعزال، أفكار انتحار وحتى انتحار. وهذا اكتاد منظمة الأمم المتحدة، من 10 حالات تعرض للتنمر الإلكتروني يوجد حالة انتحار. صحيح التنمر اللي موجود على الانترنت يأثر برشا على الموتيفاسيون تاع لي جون، وقت يقدموا حاجة للناس خدموا برشا تفاؤل ويلقوا ردود أفعال بيزا. أما وعيك بقيمة اللي تعمل فيه وأهدافك اللي تحب توصلها هما اللي خلوك توصل. يذوبوا في حدود الناس، نقدم خطوة للأخرين ونعنا للتركيتار ونعنا.